تم بداية وضع جديد، وهو يوم الكرامة وشيوخ المحامين، وقد فكر فيه السيد النقيب الأستاذ سامح عاشور. وحقيقة احنا بنحتفل من محامين شباب الى سن الشيخوخة، لان لابد للمحامي ان يتم احتفاله بخروجه لسن المعاش او كبر سنه. وقعة جديدة، نظام استنته نقابة المحامين على مدار هذا العام. أنا بوجه التحية والشكر لسيادته ولجميع أعضاء مجلس النقابة العامة ومكتب الأمناء. أتوجه بالشكر لكل من تم تكريمه ويتم تكريمه إن شاء الله، واعتذر عن أي قصور قد حدث من بعض الأفراد. ويطيب لي هنا كلمة قصيرة أستناها لسيادتكم، وهو أن محامين النقابة العامة بعد طلب المرشحين لتنقية الجداول وصلنا من 650,000 لحوالي 150,000، وده ادى فرصة لان المحامين النهاردة بتتمتع بالعلاج من 10,000 ل50,000 جنيه. فتحية شكر وتقدير لمجلس النقابة العامة. وكذلك انا بنشيد الى ان كانت امنيتنا عمل مستشفيات تم عملها، بدأنا في تشغيلها. انا بتوجه بالشكر لسيادته والعمل على تطويره. شكرا لسيادتكم.